حنايا سجلنا العديد من النقاط اللي جات على لسان دفاع المطالبين بالحق المدني. كنشوفوا بان النقاط اللي اعتمدوا عليها سهلت علينا المأمورية ديال الدفاع، لان بان بان ما كاينش نقاط اساسيه وجوهريه كادله ادانه. هذه مساله كنا بقاتنا النيابه العامه غنشوفوا شنو غتقول، ولكن من خلال حد الان ما جبرنا شي نقاط اللي هي كتشكل نقاط حقيقيه الادانه وتقف امام عقبه البراءه ديال المتهم توفيق بوعشرين. فالجلسه القادمه بقات فيها واحد ثلاثه المرافعات يوم الجمعه، يمكن تسالي حتى نهار الاثنين مرافعه المطالبين بالحق المدني ويقدموا ذاك المطالب ديالهم، ولكن اتضح الان ان ما كاينش ادله ادانه قويه في الملف في الحدود الان. وحنا مستمرين وان شاء الله غادي يكون عندنا رد على جميع هذه الدفوع اللي دازت من قبل.